هي اجي ماشي مشكل. مشاهدي قناة شوف تيفي مرحبا بكم معنا في هذا البث المباشر مباشرة من مدينة مكناس. غادي نخليكم مع قصة غريبة وما كيتقبلاش العقل طبعا باش نستوعبوها، كان خاصنا وقت باش نستوعبوها لأنه فيها شي حوايج اللي هما ما تيدخلوش للعقل. خليكم مع هاد السيدة هادي اللي كتقول على أنه واحد النهار كانت تحازت وحتاجت الفلوس، قصدات واحد السيده قال لها راه كتعطي الناس الفلوس مقابل انك ترجعيها ليها، كتزيد عليها واحد شويه وقال شي سميتو طالع ياكي طالع. مشات عند هاد السيده قالت لها بغيت 2000 درهم، بنتها مريضه شرات بها الدواء، مقابل هذيك 2000 درهم خاصها تخلص عليها 500 درهم كل نهار لمده 3 سنين. هاد السيده هادي اللي معنا على المباشر خلصت 500 درهم كل نهار 10000 ريال. انا كنقول لها 500 درهم هي 10000 ريال، واش عرفتي شحال هي 500 درهم 10000 ريال كل نهار؟ قالت لي يعني وحنا كنشوفوها الحسره فيها وباغا تبكي لان هادشي ما تيدخلش للعقل. عطات سلفاتها 2000 درهم كتاخذ لها 500 درهم كل نهار بالسيف عليها الا ما بغاتش، غادي نعرفوا اشنو غادي يوقع لها. عاودنا شنو المشكل ديالك؟ السلام عليكم. يعني وانا كانت بنتي مريضه وتسلفت منها 2000 درهم، منين تسلفت منها ديك 2000 درهم قالت لي تبقى تعطيني 500 درهم كل نهار عليها. يعني وانا كنعطيها 500 درهم كل نهار مده 3 سنين، هذه 3 سنين وانا كنعطيها 500 درهم. نهار اللي جا المرض وكورونا ترى ما عنديش وراه ما بقى لي والو، راه بعت حوايج الدار، عندي المشاكل مع الراجل راه طلقني، راه المهم ما بقى لي والو، لا ما نقدم لا ما نوخر مع هاد السيده هادي. نعنيو جات قالت لي تفاجات بها واحد الساعه كطالبني ب 18 مليون، تتقول لي راني حسبتو عليك تنسالك 18 مليون. انا خفت منها، كتهددني كتجيب لي الشماكريه للدار، كتهددني بناتي كتقول لي الا ما جبتيليش هاد الفلوس غنخسرك انتي ولا نخسر بناتك، كتجيب لي الشماكريه حتى للدار كيتهجموا عليا. دابا اضطريت انا هربت من مكناس وخليت البنات في الدار، ولكن هي مازال كتهجم عليهم، باهم غير درويش ما عارف والو، ما قادش بالمسؤوليه ديال هاد البنات هادو، راها هي كدير لي المشاكل لبناتي ولا وقعت شي حاجه لبناتي. الا ما ذكرت سميتو، الا وقعت لي شي حاجه لبناتي راها هاد لاميه بالحاج، ما ذكرش الاسماء. هاد السيده هادي الا وقعت لي شي حاجه ليا ولا لبناتي راه هي اللي مسؤوله على هاد الشيء، راه حتى واحد ما عندي معاه المشكل، لان هاد السيده هي اللي تفشاتني انا من مكناس. انا بقيت كندور كنبات في المحطات كنبات في الزناقي، يعني وكنت بداري كنت بولادي صدقت بلا حتى شي حاجه. انا راه بقيت والو، انا بقيت الله حمدتك يعني، وانا بقيت غير تندور في الزناقي ما كنصب لا ما ناكل لا ما نشرب، واش غنمشي نفسد؟ واش غنمشي ندير شي حاجه خايبه؟ انا ولادي كبروا راه حشومه هادشي اللي كيطرى مع هاد السيده هادي. نتي دابا هربه من دارك خايفه منها، يعني بحال خايفه منها. وانا الحاجه اللي النقطه اللي غادي نرجعوا ليها وهي كيفاش 2000 درهم كتخلصي 500 درهم لمده 3 سنين انت كتخلصيها؟ واش هادشي كيدخل العقل؟ بالخوف 40 عرفت شحال هي 2000 درهم هي 40000 ريال، ما عرفتش شحال هي 10000 ريال، هي غادي يعني 4 من 10000 ريال هي 40000 ريال. انت خلصتي منها 3 سنين وانا في هاد الحال تنخلص وخايفه كنخلص وخايفه. هاد السيده كتهجم عليا، كريت واحد المحل وتعاونوا معايا الناس وكريت واحد المحل وتهجمت عليا حتى للدار. واخا هنا يسمحي لي غادي نرجعوا للسيده وهذه، هنا انت كتقولي خايفه، واش خايفه من القانون بيناتكم شي عقد وشي وثيقه ولا خايفه غير يعني من لا من انا ما كنخافش من شي حاجه اللي هي سميتها القانون. انا ما كنخافش منها، ما كاين حتى شي وثيقه بيناتكم، ما عندي حتى شي وثيقه مع هاد السيده هذه، راه فجاه كطالبني ب 18 مليون يعني و 18 مليون. إلا ما عطيتهاش 18 مليون شنو يوقع؟ إلا ما عطيتهاش 18 مليون غتخسر وحدة من بناتي ولا تخسرني أنا. فهمتيني؟ فايت وقعت لها شي حاجة مع شي وحدة بحال هاد القصة هادي؟ عندها بزاف ديال الناس اللي هما عندها المشكل معاهم، يعني وبزاف ديال العيالات، بزاف ديال العيالات، بزاف ديال الناس اللي عندها معاهم هاد المشكل هذا وخايفين، ما بغاوش يهضروا. ما بغاوش، قالك حنا ما نهضروش حنا ما نديروش، غادينا غتفعلنا غتركنا غتصنعنا. خايفين واش هي شاده على العيالات شي حاجه باش ما تقولهاش الرجال هم شي يعني لا هي اللي دفعاتهم تيديروا حوايج خايبين، هي اللي دفعاتهم اللي براجلها ولات كتسلقط عليه اي حاجه
داروا هذوك العيالات مثبتها هي، لان هي ما كان عندها والو. هاد السيده كانت غير شمكاره، ما عندها حتى حاجه، ما عندها لا ما تخدم لا ما توخر. صدقات هي مولات تفلس فرشات رهنات 11 مليون ونص، رهنات لامها نعنو. منين جابت هاد الفلوس؟ انا كنطالب من هاد السيده، من هاد الناس والمسؤولين وسيدنا يدخل في هاد الشيء والحموشي، نعنو يديروا تحقيق، يديروا تحقيق على هاد السيده لان ضيعت العيالات اللي برجالهم اللي بلا رجال اللي اي وحده فيهم. هلا وحدي انا كنتكلم معاك، فهمت انه كاين كتسلفكم ومقابل لك السلف، ديك السلف كيكون غير شي حاجه اللي هي وهميه، ولكن فاش يعني كاين هنايا الابتزاز، لان رجالات العيالات ما بقاوش يعني كاين الخيانه الزوجيه، كيقول غادي نفضحكم مع رجالكم الى هادشي اللي فهمت منك. بما انه ما كاينش عقد، كتهجم على الديور وكتهدد بالولاد، بما انه ما كاينش عقد بيناتكم بينكم وبينها، ما عندها شي مع شي عيالات شي عقود كاينين عندها معاهم شي عقود، لان هداتهم وقالت لهم تمشيو ديروا معايا العقود، ولا ما درتوش معايا العقود يعني راه غادي اما نطلع لعند راجلك، اما نمشي لعند ولادك، غنهز لك بنتك ولا نهز لك ولدك ولا نهز لك شي واحد غنخسرو. يعني تتهدد هاد العيالات. انا كاينين ضحايا واحد اخرين هنا كاينين ضحايا يهضروا ما غاديش يبانوا وجههم، ما بغيتوش يهضروا. هذيك السيده هذيك اللي مدهيه راه بحالي بحالها، حتى هي عندهم نفس المشكل، حتى هي دايره شكايات شحال تقريبا من المراه اللي يعني وقع لهم شي مشكل، اللي هما وقع لهم المشكل يكونوا شي 10 هكا، يكونوا 10 العيالات يعني راهم محطمين، ها اللي غتهبط الحبس، ها اللي غتمشي لهادي، ها اللي تمشي لهادي، ها اللي تمشي لهادي. دابا انت نبقاو مع قصتك انت، يعني انت 2000 درهم سلفتها لك ياك؟ سلفتها لي ورديتي لها 500 درهم على مده سنين، هي 18 مليون. كيف كديري تصور هذيك 500 درهم في النهار؟ انا كنت راجلي 500 درهم في النهار ما تصورهاش. راجلي كيتخلص، كنمشي نخدم في الديور، كان نخدم في الطياب في العراسات، اي حاجه فاش اي حاجه كنخدم فيها نعني، وباش نوفر لها هاد 500 درهم. الا ما جدالاش هذاك النهار كحلا عليا، بحال اش كتبقى تقيد عليا وتزيد عليا، تقول لي راني قيدت عليك غدار، ها صبحت بكذا وكذا بالفلوس. يعني هنايا ولات بحال نقولوا شي شبكه اللي هي معاها ناس اخرين، هي بوحدها معاها الناس الشماكريه ديالها، معاها صحاباتها اللي كيضربوا بالزيزوارات اللي كيضربوا بالماس، يعني هي هذه هي حرفتها. مين هي هكا شدك ليها؟ ما عرفتش انا، هي الظروف اللي حازتني عليها، وما انا ما بغيتش نمشي عليها، ولكن الظروف البنت اللي هي جعلتني كانت مريضه باش مشيت لعندها، ظروف خاصه ما نمشيش عندها، ما بيني ما بينها. يعني الناس فاش كيسلفوا على الاقل، مثلا انت في الحاله ديالك 2000 درهم تعطيها 3000 درهم على الاقل. لا والو، انت وصلتي ل 18 مليون عطيتيها 18 مليون 500 درهم كل نهار، كل نهار كل نهار 10000 ريال، 500 درهم موتي فيها ما شتيهاش هذاك النهار كحل عليك، راه غنجيب لك الشماكريه الباب دار كتجيبهم يهجموا عليا في داري. صدق الراجل قال لي اجي اجي، انت مشيتي عند هذه السيده هذه؟ قال خرجي لي من داري، طلقني هذا السيد هذا، راجلي عزيز عليا وما بيني وبينه والو، فهمتيني؟ وخليت ثلاثه البنات معاه، يعني وبناتي كبار، وحده عندها 9، وحده عندها 20، وحده عند دخلت في 21، وحده عندها 15 عام ونص، يعني ثلاثه البنات، وهاد البنات خايفه عليهم، راه لو وقعت لهم شي حاجه راهم هما، راه هي والشماكريه ديالها، ما كاينش شي واحد اللي غيأذيها. واخا هنايا هاد المشكل ديال الطالوع اللي هو كاين في جميع المدن، ولكن هنايا يعني ما عمرنا سمعنا بهاد الحده، بهاد المشكل، بهاد الحده انت انك هي هذه هي الطريقه باش تخدم. هي هذه طريقتها باش تخدم، هذا كتخدم بالنهار ما كتخدمش بالشهر. واخا انت كتقولي انت دابا تبارك الله كبيره، مرا كبيره، هزه راسك وهاربه من مكناس، خايفه منها، خايفه. علاش ما درتيش شكايه؟ درتها. شنو هاد الشكايه شنو درتي فيها؟ درتها اريد الشكايه ديالي، درت فيها نفس. عطيني غير قولها لي غير هكا، شنو ما قارياش انا، ما قارياش. شنو درتي في الشكايه؟ اريد فيها السيده هذه من واوق قدامك هنا. يعني انت كطالبي انه يتفتح تحقيق في هاد القضيه ديال 18 مليون، هاد 18 مليون اللي كتقول لك غنتابعك فيها، واش عندها شي وثيقه؟ عندها شي عقد بينك وبينها؟ لا ما عندها والو، ما عندها حتى حاجه، هاد السيده غير بوحدها كتهدد، ما عندها حتى شي حاجه. شنو اللي مخليك خايفه وهاربه من مكناس؟ اللي خلاني هاربه من مكناس لان انا ما عنديش فين نجلس هنا في مكناس، ومشيت كريت وتهجمت عليا،
تهجمت عليا هاد السيده هذه. باش تهجمت عليا؟ تهجمت عليا هي والعصابه ديالها. باش باش بجناوه بالمقعد خرجوني من الدار، سقع عليا مول الدار قال لي خرجي عليا، ما عندي ما تبقيش عندي هنايا لان انت فيك المشاكل. ما بغاش يخلي يكمل. صافي اضطريت مشيت بحالي هربت. دابا الحق عشيت تقول لهم الا جات لهذيك الدار غادي نقتلها. هاد الدار فين كاينه عندك انتيا؟ هاد الدار كانت ساكنه قريبه ليها انتيا، بلا ما تذكري الحي، ساكنه انت قريبه ليها؟ داري انا ديال راجلي نعنف وجعر وصافي. قريبه ليها هي فين ساكنه هي؟ حاولتي انك تتواصلي مع الام ديالها، الاخ ديالها، الناس اللي قريبه ليها؟ حتى الام ديالها كتقول نفس الهضره اللي تتقول هي، نعني وتتهدد حتى هي كتسب حتى هي نعني، وما كاينش شي حاجه اللي بعقلها، كلشي شحال هادي وانتي هاربه من دارك وانتي عايشه هاد المشكل؟ دابا انا من نهار اللي طلقت في شهر 11 ديال هاد العام هذا، من تما وانا خارجه من الدار صافي طلقت، ما كنشوف ولادي، ما كيعيطوا لي، ما كنعيطهم، يعني والتسام قطوع. يعني نقدروا نفهموا من هذا المشكل هو انه الناس العيالات كيمشيو ويتسلفوا من عندها، فاش ما كيلقاوش باش يرجعوا لها كيضطروا انهم يفسدوا، فاش كيفسدوا كتشدها عليهم كتقول لهم نقولها انا جا لكم، كتقول لهم جيبوها مني ما بغيتوا فسدوا ديروا اللي بغيتوا، يعني جيبوا لي غير هذا الفلوس هذه، هذا المبلغ اللي تنسالكم. كتقول لهم الا ما عطيتونيش يعني ذاك المبلغ غادي نقولها لرجع لكم، هنا كيبقاو العيالات عايشين في الابتزاز، كيبقاو عايشين في راع في بزاف ديال الحوايج، يعني كيضطروا انهم يعطيو الفلوس. وانا بلاتي تيقولوا لي انت السبب اللي درتي لنا هاد المشاكل هذه، ما نهضروش معاك، ما تجيش عندنا، لان تيجيو الشماكريه تيهجموا علينا وحنا بانا غير درويش. ركبت لي الخلعه في ولادي ونعني، وهاد السيده كان طالب عليها بحث، وسيدنا والحموشي يدخل في هادشي، هذا هو اللي يعني. علاش طلقك راجلك؟ طلقني مسبتها، مسبتها هي، قال لي كيتهجموا عليا الشماكريه وكيجيو راجلي غير درويش، ما قاد حتى على حاجه يعني. بعتي الفراش سمعنا كي بعتي التلفازه؟ البلازما داتها هي. كيفاش داتها؟ هي حيدتها لي من الدار. منها كتخلى ما عطيتهاش، ما عنديش باش نعطيها، وجات هزتها من الدار وداتها. علاش مثلا انت دارك ديك الساعات ما ديكلاريتيش؟ حنايا ماشي في الفوضى. ماشي خفت انا، ماشي في الفوضى ماشي لهالدرجه، لان يعني كندل على اننا ما كاينش الامن، ولكن انت ما ديكلاريتيش. انا نمشي نديكلاري، ولكن هي كتعطي الفلوس، كدير بزاف ديال الفلوس. هذا مبرر شوفي انت يعني من الاول كان عليك هذه 3 سنين انت وانت ساكته. دابا عييت وصلت لي العظم اختي، راه وصلت لي العظم، راه واش خسرت داري، واش عائلتي، واش كل ما كان عندي داته، وشنو بقى لي انا؟ راه دلع في الزنقه دابا انا، راه لا بس اللي بقيت بعقلي، وتهديدات تابعني من الله، وخايفه على وليداتي، وخايفه على بناتي، بزاف كنخاف عليهم، ولا مع باهم، باهم ما قادر يدير والو، راه الا وقعت لي شي حاجه لبناتي راه هادشي غير اسمع، راه هاد السيده هادي انا ما تنقول حتى شي واحد، ما عندي مشكل حتى مع شي واحد، عندي معاها هي. شحال تقريبا كاينين ديال الضحايا ديال هاد السيده؟ شحال من مرا؟ حنا معنا جوج دابا ما بغاوش يبانوا، ما بغاوش يهضروا، ربما ما عرفوش خايفين ولا باغيين يشوفوا مشاكل لولادهم، ما باغيينش. 10 هاد 10 د العيالات كلهم نفس المشكل؟ كلهم نفس المشكل، كلهم شاده عليهم حتى هما شي بلانش، شاده عليهم شي بلانش. حنا ما كنعسوش، حنا ما كتحضرناش الفلوس، كنباتو فايقين، كنتسلفوا من عند هذا ونتسلفوا من عند هذه، خصنا باش نوجدوا لها 500 درهم باش تخلينا نعسو وما تهجمش علينا. حيت ما كتدخلش العقل 2000 درهم؟ ما غادخلش هاد الهضره، ما غادخلش، لان انا اللي كنحس بيها، فهمتيني؟ راه ما غادخلش حتى شي واحد، لانه هو ما كيعطيش 500 درهم، لان انا اللي كنعطيها كنحس بيها، فهمتيني؟ والسيده كتقول لي شوفي الله يرزيني في امي انتي وفي ولادي، خليتيني عبره، هربتي انا غنخليك عبره اليوم. انت خايفه تعرضي للاعتداء؟ هاد السيده زعما تكون غير كتهضر ولا تقدر انها توصل للضرب؟ لا كدير بالفعل، عندها سوابق عدليه، كانت مدوزه السجن. علاش مدوزه هي السجن؟ مدوزه على الكريساج، كانت تكريسي، كان عندها والو، تنقول لك السيده ما كان عندها والو. شنو هي رسالتك الاخيره؟ رسالتي الاخيره نعنيو حسبني الله ونعم الوكيل في هذه السيده، والله ياخذ فيها الحق، هي السبب في تشرادي، هي السبب في هذا الشيء ديالي. الشكايه ديالك اها كملي. نعني انا ناخذ فيها الحق، وبغيت ربي ياخذ لي فيها الحق، ولكن انا هذه السيده راني تنتبعها قضائيا، والله سبحانه هو اللي غادي يحكم عليها،
ويدخل سيدنا. انا الشكايه عندك جيت بحر 25 5 عاد دخلت لهنا ما كنتش كنقدر نجي للمكناس عاد جيت باش النهار اللي درتها بالنهار عيطت لكم راه عيطت لهذا باش يعني وانا راه عيطت وصلت يعني هنا طلبات لك 18 مليون تعطيها 18 مليون مقابل يعني الا ما عطيتهاش 18 مليون شنو غدير لك واش غدعيك في المحكمه ولا شنو عندها باش تعيني علاش غدعيني ولكن هي عندها الشماكريه ديالها عندها الزيزوارات عندها الجناوة عندها الماس عندها النقاد لان انا غمره واش انا غادي هاد السيده هادي غادي نقد عليها انا ما نقدش عليها لان هاد السيده عندها اللي مساندها وعندها اللي تيمشيها وعندها اللي تيجيبها وعندها اللي كيوريها شنو كدير كطالع هي كتقول لك حتى المخزن انا نمشي معاكم لعندو الله يستر انا نمشي معاكم لعندو يسيروا دعيوني وانا نمشي معاكم انا ما كنخافش من المخزن ربما هذه هي نقطه الضعف من شداكم انتم اللي كيتسحب لكم راه بالصح راه كاين اللي ما تيخافش ما تيقولش كنا كنخافوا انا كنت نخاف بزاف ماشي شويه شنو كذب عليك طبعا حنا ماشي في الغابه حنا دوله الحق والقانون طبعا طبعا انتيا هذه 3 سنين وانت ساكته حتى هذا الشهر هذا عاد درتي عاد درتي شكايه دفعتيها ولا مازال عاد كتبتيها لا دفعتها عاد دفعتها الاثنين اللي فات فهمتي دفعت وحده الوكيل العام وحده الوكيل جلال الوكيل الملك يعني دفعتهم راه رسالتك الاخيره رسالتي الاخيره كنطلب تحقيق على هذه السيده ويديروا بحث عليها وانا كنتابعها قضائيا يعني وهاد السيده خص سيدنا يتدخل والحموشي باش يتحد هاد الشيء لان ولا عندنا فساد بزاف ان ضحيات بحالي بزاف كاينين يعني ما بغاش حياه كيتورطوا ضحايا اخرين كيلقاو راسهم دخلوا لهاد العالم كيلقاو راسهم تورطوا وخايفين راهم خايفين راه شوفي تجمعنا النوب الاولى والنوب الثانيه والنوب الثالثه والنوب الرابعه والنوب الخامسه حتى تيبغيو يمشيو للمخزن تهددهم تيرجعوا حيت يعني هي كانت عندها النيه ديال انا غيجي واحد النهار اللي غادي تلقى مين شدكم عندها عليكم ميساجات عندها لي فوكال عندها لي فيديو عندها دي فيديو عليكم على العيالات اللي وقع لها المشكل معاهم عندها يعني هما اللي مناش نتوما هما خايفين عندها والمهم حنا لان باش كان اللي هو بغيت نوصل لك انا حنا رحنا في خطر يعني خصنا هذا الشيء يتحد لان العيالات كلهم ضاعوا اللي بوليداتهم اللي برجالهم وانا الضحيه الاولى هي اللي فهمتيني واخا كتكون السيده داخله سوق راسها مع زعما كاينه متقيه الله حتى كتلقى راسها طاحت فواحد المستنقع اللي ما كاينش اللي غيهزها منه كتقول لك هي جيبوا الفلوس ماشي شغلي ماشي شغلي غندير لكم ونفعل لكم ونترك لكم ونصنع لكم الا ما جبتوش هذا الشيء ما ناعسينش كاع الليله هذا الشيء راه ما تنعسوش الليله الربلوها والليله الجناوه والمقات كيحبسونا اللي تي اللي كيشم راه فينا اللي تيبيع اللي ما عرف شنو واكل كل واحد وشنو داير واش حنا غنتقادو حنا رحنا عائلات الرسالة واضحة غادي نختم المباشر اجا كدا باش ما تبانيش نتيا ماشي ديال الطريق هكا ولا هكا انا اه هكا ما تقوليش لينا قلت لك غير مين سيري انا غادي نختم هذا المباشر سيري هكذا اجي مورانا مشاهدي قناة شوف تيفي كانت هذه هي الرسالة ديال او صرخة ديال هاد السيدة هذه اللي كاين منها كتقول اكثر من 10 ديال النساء طبعا معنا جوج دابا اللي ما بغاوش يبانوا في الصورة ما بغاوش يتكلموا اللي كيقولوا انهم ضحايا ديال الطالوع ضحايا ديال واحد السيدة اللي كتسلفهم واحد السيدة اللي كتسلفهم واحد المبلغ مالي مقابل انهم يردوه ليها مدوبل لكن كتقول هاد السيدة كلام اللي هو ما تيدخلش للعقل مقابل 2000 درهم عطاتها 18 مليون وباقي كتقول لها زيدني 18 مليون بمعنى عطاتها كتعطيها 500 درهم كل نهار 500 درهم هي 10000 ريال يعني حنا براسنا قلنا لها كيفاش 10000 ريال 10000 ريال راه ما تصوروهاش المغاربه كل نهار واخا ما تكونش خدامه ما تصوريش 10000 ريال كل نهار اولا 500 درهم كل نهار قالت لك وصلت بيا لدرجه انني طلقت الزوج ديالي قلت ما وليت كنطلب ليه الفلوس وبعت الفراش حيت هاد السيده هادي عندها دي فيديو وعندها عندها حويجات اللي كتبتزهم بهم اما تعطيوني واما مشي عند رجالكم نفضحكم لانه كيقولوا من بعد ما تجمع عليهم كريدي ولاو كيضطروا انهم يفسدوا وكيقولوا بهم 10 فما فوق الله يسر الله يخرجهم من دار العيب بلا عيب والله يكتب علينا عليكم مكان